امي قومت ليل، امي الحمد لله رب العالمين. بسم الله ما شاء الله 71 سنه، 71 سنه تراويح باكملها في المسجد. تراويح وقيام الليل، انا موظف وحريص عليهم دايما في المسجد. بسم الله ما شاء الله اللي يشوفه وهي ماشيه، وصورة الدخان بعد المغرب، ما يداش السنة، صورة الملك قبل ما تنام، أسامي صور معينة كمان. الله أكبر. أيوه حافظة كل صورة لها تنميم من عند ربنا. أول ما خدت، أول ما كانت بتعمل كده بقت تحط في كل مصر، في كل صورة كل اسم صورة تعليمة عشان عارفة هي لغاية ما حفظت أرقام الصور. ما شاء الله بقت تطلع أرقام الصور لوحدها. ربنا يرحمها. الله دايما كانت تختم القرآن على طول في رمضان، تختمه أكتر من 4 مرات، مع العلم ان هي يعني واخده ابتدائيه بس. هي كانت حافظاها من زمان؟ هي كانت دايما تقرا القران كتير جدا الحمد لله، كانت مواظبه على قراءه القران كتير، كانت دايما تختم في شعبان وتختم في رجب وتختم في رمضان، وقبل ما مشيت ختمت المصحف مرتين اتنين قبل ما تطلع بيومين اتنين بالظبط، قالت لازم اخلص عشان الحق اختمه هناك تاني. فعلا الحمد لله ختمته هناك. كان قلبها متعلق بالله، كان متعلق بالصلاه، كان متعلق بالقران وقيام الليل اكتر حاجه. وقيام الليل طبعا امي لما كان بيجي عليها وقت وتسهر مع اخواتي مثلا والوقت يقف عليها ما ترضاش تقوم تغسل الشعر شويه ميه عشان تقول لو نمت مش هقدر اقوم عشان صلاه قيام الليل. دايما كانت بتقعد استنى قيام الليل ما ترضاش تنام، كانت تقول لي يا ملاي حط ربنا قدامك في كل حاجه، وانا فعلا لو الشيطان غواني في اي حاجه بفتكر اطمن عليها. هي راحت جسدها ولكن افعالها واعمالها لسه الشرطه وبتاع لسه السيره طبعا المسيره طبعا، لان لو لا قدر الله لو كان حصل لها حاجه في موضوع الشرطه ده كان ممكن وفي اظهر بقاع الارض. فكنا كل يوم نكلمها ونطمن عليها ملتزمه زي ما انت كانت بتقرا القران كانت بتكلم عشان كده ربنا كشف. الشرطه دخلت امي كانت تعبانه بعد ما نزلت من على جبل العرب، الدور اللي فوق منها كلمت اخوي وقالت خدوا منها يعني انا تعبانه، لا يا امي وكيلي حد يرمي الجمرات، قالت لا محدش جه ناحيه الدور اللي انا اللي هرمي الجمرات، وفعلا رمت الجمرات. قلت لها ما تقلقيش بعد ما رمت الجمرات وان شاء الله خير وربنا كاتبها لي. بعد ما رمت الجمرات ما فيش اتصلت باخويا قالت له روحي ابتدي تنسحبي وربنا مسهلها لك وانت من مصر، ف قال لها يا امي خليك انا اقولها لك. دي كانت اخر مكالمه، دي كانت اخر مكالمه بينها وبين اخويا الكبير. كانت بتقول ان الاتوبيس هيتحرك يطلع على عرفه يبتدي يتحرك الهواء اللي امي بتتنفسه قبل يوم عرفه العشاء. اخويا الكبير ده قبل ما يمشي قالت له كلمه ما بنساهاش ابدا، قالت له انت هتسافر الظهر ولو مت يا ايمن مش هتدفني. ايمن قال لها يا امي الوحيد اكتر حاجه خسران ايمن، ايمن الوحيد هو اللي استلمه مني. ايمن اخويا الكبير هو اللي معاه في السعوديه، كان هو اللي معاه، كانت معارضاه على السفر. قلت لنا بعض المواقف بقى اللي حصلت لها بقى وهي عارضته على السفر. قلت لها كانت واخده اكل الحمام معاه ويا ريان، كانت واخده اكل الحمام. اخويا جه يشيله قالت له شيل كل حاجه بس سيب اكل الحمام. لا لا قال لها ما هو الاكل الحمام هناك، قالت له سيب اكل الحمام، عايز تشيل الهدوم كلها شيل، قال لها الوزن تقيل في الشنطه، قالت له سيب اكل الحمام.